تقول روسيا إنها لا تنوي غزو أوكرانيا وإن الحديث عن ذلك مجرد أوهام غربية، لكنها في المقابل تحاصر أوكرانيا منذ أسابيع بمناورات جوية وبحرية وبرية من جهات متعددة. المناورات الروسية المشتركة مع قوات بيلاروسيا شارفت على النهاية، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن بعض القوات في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأت في العودة إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات. لكن موسكو أوضحت أن القوات المسلحة الروسية تواصل مجموعة من التدريبات العملياتية واسعة النطاق، وتشارك فيها جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جواً. وفي البحر الأسود تتابع القوات الروسية البحرية مناوراتها بمشاركة أكثر من 30 سفينة من أسطولها. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن هدف المناورات الدفاع عن الواجهة البحرية لشبه جزيرة القرم وقواعد قوات أسطول البحر الأسود، إضافة إلى القطاع الاقتصادي في البلاد من تهديدات عسكرية محتملة. في مقابل النشاط العسكري الروسي في المنطقة، تتحرك قوات حلف شمال الأطلسي لكن بوتيرة أخف، حيث انطلقت قافلة عسكرية أمريكية من ألمانيا إلى سلوفاكيا مروراً بجمهورية التشيك. وتضم القافلة الأمريكية 1500 عسكري ونحو 700 مركبة للمشاركة في مناورات سابر سترايك 2022 لحلف الناتو.